قد تبدو للبعض مباراة المغرب والغابون مباراة 30 نقاط ومباراة حسم صدارة المجموعة الثالثة ومواجهة في دور الثمن ثالث إحدى المجموعات، لكن الأمر أكثر من هذا وإيجابياتها تفوق ذلك. على الساعة 8 مساء، كما أن الأسود ستتمتع بأسبوع من الراحة قبل مباراة الثمن، وفي حالة الفوز في دور 16 إذا قدر الله ذلك ستجرى مباراة الربع على ملعب المجموعة الأولى. هذا يعني أن الأسود ستبقى في نفس المدينة، والأمر ذاته ينطبق في حالة الفوز في مباراة الربع إن شاء الله. وخلاصة القول، تصدر المجموعة يعني البقاء في نفس المدينة ونفس الإقامة حتى تنتهي رحلة الأسود في الأضغال. أما في حالة الوصافة ستتقلص أيام الراحة من 7 أيام إلى 5، وسنشد رحالنا إلى مدينة لامبي التي تبعد ب 321 كيلومتر على مدينة ياوندي. كما أن المباراة عوض أن تجرى على الساعة 8 ستلعب على الساعة 5. هذا يعني ملعب جديد وأجواء جديدة وإقامة جديدة ومناخ جديد وكل شيء جديد. وفي حالة العبور إلى الربع إن شاء الله سنشد رحالنا مرة أخرى إلى مدينة كارو التي تبعد على مدينة لامبي ب 1418 كيلومتر، يعني إقامة جديدة ومناخ جديد. والأمر ذاته إذا قدر الله لنا العبور إلى نصف النهائي سنشد أحزمتنا من مدينة كارو إلى دوالا، وهو الملعب الذي لعبت فيه الجزائر والذي يبعد ب 1339 كيلومتر. وفي حالة التأهل إن شاء الله سنعود من حيث جئنا من دوالا إلى ياوندي. عموما الوصافة تعني أن الأسود ستصول وتجول الكاميرون طولا وعرضا، وهذا الأمر بعيدا عن الحاضر والمستقبل. البداية مع سنة 2012، المغرب يخسر على يد الغابون في كان غينيا الاستوائية والغابون. والهدف، هدف يحضر في هذه اللحظات من جانب أوباميانغ. قلت وقبل لحظات أتمنى أن لا يجد الحلول، ولكن هنا وجد الطريق إلى الشباك. وفي 5 مارس 2014 أقيمت مباراة ودية في مراكش انتهت بهدف لمثله. يوسف العربي في تنفيذ ضربة جزاء، الكرة سدت ينفذها بالعربي الفصيح، هدف أول اليوم. بإذن الله، نعم بإذن الله، نتمنى أن تكون هدف للمنتخب الوطني المغربي. وفي سنة 2016 الأسود تتعادل مع النمور في ليبروفي، وذلك ضمن إقصائيات كأس العالم. وفي مباراة العودة المغاربة يكرمون ضيوفهم بثلاثية نظيفة في مباراة سجل فيها خالد بوطيب ثلاثية نظيفة أمام حضور جماهير غفير. وفي مباراة كان يتواجد فيها كل من الحارس منير لمحمدي والبراق أشرف حكيمي والكابتن غانم سايس. أما في دكة الاحتياط كان يتواجد كل من ياسين بونو وفيصل فجر والحارس رضا التقناوتي. بركاتك يا ابو طيب، تسلم 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 الاقدام يا ابو طيب، تسلم الاقدام.
السلام يا أبو طيب، جئتنا بالهدف الثاني. الأسود تنصر من جديد، الأسود تنصر من جديد، الأسود تخترق جحور الفوز. وفي آخر مباراة جمعتنا بالجابون انتهت بهدفين لثلاثة. الجابونيون اكتسحوا كتيبة وحيد على ملعب طنجة الكبير، رغم أن المباراة ودية، إلا أن رفقاء أوباميونغ أبانوا عن علو كعبهم، وهي الخسارة الوحيدة التي تلقاها وحيد مع المنتخب المغربي. خطيرة، الهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب الجابوني. مشاهدي الكرام، بوبينز هو الذي يفتتح باب التهديف في هذه اللحظات، حذاري من مثل هذه الكرات. واليوم في المؤتمر الصحفي البوسني يتوعد النمور برد الاعتبار لنفسه. أما بخصوص تشكيلة المنتخب المغربي في المباراة القادمة أمام النمور الصفراء، أرى أن وحيد سيحتفظ على نفس الأسماء في الخط الخلفي باستثناء غانم سايس الذي قد لا يشارك، في حين يرى البعض أن وحيد سيعطي الفرصة لمونير المحمدي. أنا عن نفسي أرى هذا الأمر مستبعد، فوحيد لم يعطي لمونير دقائق حتى في إقصائيات كأس العالم، فكيف أن يفعل ذلك الآن؟ أما في وسط الميدان أرى كل من سفيان أمرابط وعمران لوزة وسليب أملاح، وفي خط الهجوم لا أضمن لكم سوى بوفال بعد العقحيد من المدربين الذين يصعص على أي شخص معرفة ماذا يدور في رأسه، بل هو بنفسه لا يفرز بين الرسميين والاحتياطيين حتى تبقى للمباراة ثواني معدودة. للمزيد من التقارير الرياضية وأخبار الكرة المغربية والعربية بكل حياد ومصداقية، ما عليك سوى الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.